سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حكمة اليوم متعلقة بآداب المريد مع شيخه وآداب السالك مع الله ومع رسوله ومع إخوانه، وهي حكمة هامة. يقول فيها: من جهل المريد. يعني ايه المريد؟ المريد اللي هو مريد الله عز وجل، يعني الذي همته انه يوصل لله، لله سبحانه وتعالى. من كانت همته وارادته كلها للوصول الى الله يسمى مريد. كويس. فهذا المريد احيانا يبقى عنده بعض الجهل وهو في طريقه الى الله، يبقى عنده بعض الجهل. يحصل له الجهل ده من ايه؟ احنا قلنا في الحكمة السابقة: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ان الشكر عقال النعمة، فاذا شكرت عقلتها يعني حبستها وتبقى قابلة للزيادة، وان لم تشكر تضيع النعمة وتقل. فاحيانا المريد يحصل له مشكلة انه يسيء الادب، فيبقى كأنه ما شكرش النعمة، وفي نفس الوقت يشعر انه هو ما قلش، يشعر انه ما قلش عبادته زي ما هي وحاله زي ما هو، فيقوم يفتكر ان هو كده ما اساءش وهو في الاساءة. فهمت؟ فدي نقطة هامة ياخد باله منها المريد. وعشان كده قال: من جهل المريد ان يسيء الادب، يسيء الادب مع اخوانه المسلمين، او يسيء الادب مع مشايخه، او يسيء الادب مع الله ورسوله في خلوته او جلوته. يبقى إساءة الأدب ممكن تتعلق بحدود الله، يبقى بينه وبين الله، بعلاقته برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يوقر النبي صلى الله عليه وسلم التوقير الواجب، ولا يتبع سنته لاتباع المطلوب، ولا يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع المطلوب، ولا يكون حب النبي في قلبه بالدرجة المطلوبة. وقد يسيء الأدب إلى إخوانه فيسخر من هذا، أو يستضعف آخر، أو يظن أن هناك حقير من هو أدنى منه وغير ذلك. ويسيء الأدب مع شيخه فينظر إلى مواضع النقص في شيخه، أو يفاضل شيخا على شيخ أو وليا على ولي، وهذا لا يليق، لأن الأولياء وإن كانوا هم متفاضلين فيما بينهم، إلا أن الذي يفضلهم هو الله لا أنت. فلا تجلس وتقول إن فلان أفضل من فلان في الولاية، وإن فلان أعلى من فلان، ما يليقش، لأن ده سر بين الولي وربه، فلا يليق، لأن دي تبقى غيبة للأولياء، وغيبة الأولياء شديدة ولو كانوا أموات، لأن الولي حي في قبره، فلا يليق. وعلشان كده تمثيل حياة الأولياء والصالحين غيبة شديدة تؤذي الأولياء في قبوره، وهي من المحرمات قطعا، إن احنا نمثل حياتهم ونجيبهم ونصورهم للناس في صورة ممثلين، ونجيب زوجاتهم وبناتهم والحاجات دي كلها، لا يليق، لأنهم يتأذوا. أنت لا تقبل إن هم يمثلوا حياتك ويجيبوا زوجتك في صورة امرأة ممثلة غنية كانت من يومين بتمثل في فيلم بترقص، ويعملوها لك زوجتك في التمثيلية مثلا، أو يعملوها لك بنتك، أو يعملوك إنك أنت راجل كنت عايش طول عمرك في قصص حب وهيام وقاعد تسمع موسيقى، زي ما عملوا مع ابن حزم. وابن حزم لأنه أحل الموسيقى طلعوه إنه قاعد طول النهار يسمع موسيقى، واخد بالك؟ ما كانش بيسمع موسيقى، دي مسألة فقهية، هو نظره في الفقه لقاها إن هي ممكن تبقى مباحة لأنها صوت، لكن مش معنى كده قاعد طول النهار بالرقي. طب ما حصلش. فدي ناس للأسف أونطجية يسيء الأدب مع الأولياء، وعلشان كده قد يفعل الإنسان مثل هذه الأشياء، فيجد نفسه بعدما كان في الطاعة على مستوى عالي وعلى قدم عالي، بسبب هذه الإساءة تلاقيه صلب ما هو فيه، لأن الغيبة من الكبائر، من الكبائر الشديدة اللي حرمها الله عز وجل. ولذا يقول: من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه. فلما تؤخر العقوبة يعني يلاقي نفس الأمور ماشية زي ما هي، هو قاعد بيعك وفي بعض التقصير، وبالرغم من كده شايف أن العقوبة تأخرت، يعني الأمور ماشية زي ما هي، فيقول: لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد وأوجب البعاد. فيعتبر أن دي مش إساءة أدب، لأنه هو ترجمها كده، قال: طالما أنا مستمر فيما أنا فيه من خير، إذا كان لي أوراد مواظب عليها، إذا كان لي عبادات بيأديها زي ما هو، ما فيش مشاكل، لا قوته ولا همته قلت في الطاعة، ولا تأثر ماله ولا تأثر عافيته، فأموره مستقرة.
وهو بيسيء الادب، فيجي يقول ما هو لو كانت اساءة الادب دي وحشة، اللي انا عملته ده كان وحش، كان ربنا ايه عاقبني بقطع المدد او بعدم الاستمرار فيما انا فيه. فبيبين له بقى بيقول له ايه، فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر، فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر، ولو لم يكن الا منع المزيد، كفاية ان ربنا ما يرقهوش، دي في حد ذاتها قطع، لان الدرجات عند الله لا نهائية لا يعلمها الا الله. فلما يجي يوقفك على درجة انت كنت ماشي بتطلع سلم الولاية درجة درجة مسرع، فلما جاء هذا الانسان المسرع في الصعود مع الله اساء الادب، صار بعدما كان مسرعا في الصعود صار على درجة واحدة لا يعلو عنها درجة، صحيح هو منزلش لكن ثبت، يبقى الثبات في حد ذاته الناس كلها سبقاه، يبقى هو في نقص. فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لم يكن الا منع المزيد، فاقل حاجة نقول فيها انه ما يزيدش ما يترقاش. تصور انت وانت في وظيفتك كده يقولوا لك خلاص انت لو وصلت للرتبة الفلانية مش هتترقى تاني، فاول ما توصل لها خلاص يقل اجتهادك، يقل لان مش منتظر حاجة تاني، خلاص فهمت المسألة، وتعتبر نفسك في نقص لان في غيرك بيترقى عنك، بعد كده هيبقى رئيسك، بعد كده بعد ما كان من عيالك بقى رئيسك، بعد ما كان من تلامذتك بقى شيخك، فهمت؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ودي حسرة شديدة ان الانسان يجد كل الناس وصلت الى الله وهو ما زال محجوبا في حسه ومحجوبا في حاله، وما زال يعاني قسوة الحجاب عن الله عز وجل، وما زال هو في العبادة ولا يجد لها لذة، وما زال في الذكر ولا يجد فيه حضور، وغير ذلك مما يعانيه ويقاسيه الذي يريد وجه الله عز وجل. فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لم يكن إلا منع المزيد، وقد تقام مقام البعد وأنت لا تدري، ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد، يعني إما يمنع المزيد فتثبت، أو يخليك وما تريد فيه من حس فتعيش محجوب في الحس ولا تتدرج. وعلشان كده الإنسان عليه أن يراعي الأدب مع الله ومع رسوله ومع المشايخ والعلماء ومع المسلمين، يراقب نفسه ليل نهار كده، ممكن استهتار واستهزاء بمسلم يأخرك في العبادة سنوات. رتبه زي ما انت عايز، بس احنا الأول عايزين نقول ايه، كلام عام الأول. طبعا طبعا، اصل هو كله بيصب ببعض، اللي هيراقب ربه هيحترم خلق الله جميعا، واخد بالك؟ وعشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحترم الخلق جميعا، حتى الدواب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملها باحترام ويعظم النعمة صلى الله عليه وسلم، يعني حتى النعمة وإن دقت كان يعظمها صلى الله عليه وسلم. كان إذا دعي على دهن شاه سنخة، يعني عارف يعني لية شاه وسنخة، يعني ايه؟ يعني ابتدت يحصل فيها بعض الفساد، يعني متخزنة، يعني انت يمكن ما ترضاش تاكلها، ويعملوا له عزومة يدعو عليها، كان النبي يقبل، وكان يعظم النعمة صلى الله عليه وسلم وإن دقت صلى الله عليه وسلم. مين؟ كان يعفو ويصفح، وكان لا يغضب إلا لله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا رأى ما لا يعجبه أعرض وأشاح، يعني ما يقعدش بقى يبحلق فيه كده، لا يعني ما يبصلوش علشان إيه ما يتضايقش أكتر، أعرض وأشاح صلى الله عليه وسلم، وكان أشد حياء من العذراء في خدره، مش يروح يواجه كده البني آدم كده عينه في عينه ويقول له أنت مجرم أنت قليل الأدب ويخش فيه شمال، لا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلاقي واحد عامل حاجة يقول ما بال أقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا، الأولى بهم أن يفعلوا كذا، يعني ما كانش يدي النصيحة بالمباشرة كده، لأن واخد بالك. فنيجي نشوف هنا، هو أنت عايز درس خصوصي؟ ما ينفعش يا حاتم تاخد درس خصوصي، خلينا الأول مع الناس وبعدين الدرس الخصوصي يبقى بعض. أما خلص الدرس، يعني انت مثلا في الاكوان ممكن تجد شجره كبيره مترعرعه وليها فروع ويقطع عنها الماء فلا تشرب،
لكن تظل الشجرة في حالها كده سنوات وانت مش عارف ان مقطوع عنها الماء، لكن هي بتدبل بالتدريج وتغرب عنها الحياة تدريجيا دون ان تشعر انت، لحد بعد سنوات ما تلاقي بقى ايه ورقها الاخضر ده ابتدى يبقى دابل وثمرها مش عايز يطلع بعد زي ما كان، لان قطع عنها المدد. وعلشان كده ممكن يقطع المدد عن قلب المريد ويظل كما هو واقف في حاله في العبادة كما هو، ولا يطرأ عليه الذبول الا تدريجيا. فهمت ازاي؟ وعلشان كده الواحد يراعي الادب في كل لحظة، وما يفتكرش ان هو طالما اساء للناس وهو ما زال على ما هو عليه من حال عالي ان ربنا سبحانه وتعالى عدها له. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم نظر للكعبة وقال الا ان حرمتك عند الله كبيرة وحرمة المسلم عند الله اشد. فتصور انت بقى المسلم حرمته اكتر من الكعبة، فشوف انت في كام مليار مسلم بمليار كعبة ماشيين في الشوارع كده، كل دي كعبة ماشية. خد بالك هو اعلى من الكعبة حرمته، لكن هنفرض جدلا انه هو حرمته زي الكعبة. فلما تيجي تتعامل مع مسلم، هذا المسلم ولو تكن زوجتك او ابنك او ابوك او امك او الخادم اللي عندك او الساعي اللي في مكتبك او اي حد، اي طالما مسلم حرمته شديدة عند الله، لدرجة ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يدخل الانسان الجنة بانه يدخل السرور على قلب مسلم. فتصور يبقى المسلم ده غالي ايه عند الله، لدرجة ان اذا ادخلت السرور على قلب ربنا يدخلك الجنة، عشان الخصلة دي خصلة ادخال السرور على قلب المسلم. فالمسلم ده سم وترياق، سم شديد اذا اذيته وعكننته وفورت دمه وسخرت منه بغير حق، بغير حق، لانه ممكن يبقى الحق خلاص اساء ليك ظلمك بتاع، روح اشتكيه بقى وخد حقك منه ما يضرش، او ان تعفو وتصفحوا خير، لكن لو ما استطعتش تصفح خد حقك منه ما يضرش، لكن بدون اساءة ادب وبدون ما تقل ادبك عليه. يعني معاوية بن ابي سفيان وسيدنا علي بن ابي طالب لما اتخانقوا وتحاربوا لدرجة رفعوا السيف قدام بعض، ما حصلش ان سيدنا علي اغتاب معاوية ولا سيدنا معاوية قاعد يغتاب سيدنا علي ابدا، كانوا يحاربوا بعض ويجوا بالليل كل واحد في مجلسه يذكر الثاني ما يذكروش الا بكل خير. تصور الصحابة كده يبقوا بيحاربوا بعض بالنهار ويجوا يجيبوا سيرة سيدنا علي لمعاوية بن ابي سفيان عينيه الدم شوقا لحاله. فهمت؟ حالهم تاني، يعني حتى حروبهم مع بعض غير حروبنا احنا مع بعض. انت لو واحد عكننك وضايقك شوية وداس على رجلك تبقى عايز تشوف الدم بتاعه يسيل على الارض، لانك راجل غلاوي في قلبك، في غل وفي حرص وحب الظهور وحب السيطرة وحب التشفي، كل دي امراض قلوب لازم تخلص منها. شوف النبي ما كانش قلبه عنده تشفي ابدا، شوف في فتح مكة عمل ايه، مفيش التشفي ده. لو واحد مكان النبي، والله اللي بيكذبوا بنبوة النبي لو شافوا موقف النبي بس في فتح مكة وعملوا ايه في قريش قبل كده، هو عمل ايه فيهم لما تمكن منهم، لا يعرفوا ان ده نبي، لا يمكن يقدر الموقف ده يعمله الا نبي، لانه لو انسان عادي ما كانش عمل كده. لو انسان عادي ده لازم كان قتلهم ودبحهم وحرقهم وعمل فيهم كل، وساعتها ما حدش هيعيب عليه ولا يقول له انت ليه بتعمل فيهم خالص، لكن لا يقدر على هذه الفعل الا نبي. فشوف انت النبي، شوف انت سيدنا يوسف لما اخواته عملوا في ايه، رموه في البئر وحاول يتسلق البئر بقوم يرموا عليه الحجاره وسابوه في ظلام البئر تحت، وراحوا لابوه وهم مش عارفين في البئر ده هيموت ولا هيعيش ولا هيعمل ايه. وبعدين انبنى على ذلك ان سيدنا يوسف عاش فتره طويله من عمره، يمكن يقال حوالي 50 سنه على ما اخواته رجعوا له، 50 سنه منها فتره في السجن وفتره خادم عند امراه العزيز وفتره ثانيه في 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 خدمه الملك، كل دي سنوات طويله بعيد عن اهلي وفي غربه، كل ده بسبب اخواته. اول ما شافهم واخواته قالوا ايه، واخد بالك، فقال لهم ايه، لا تثريب عليكم اليوم. ولما قابل ابوه سيدنا يعقوب قال ايه، من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي، يعني جاب العيب على الشيطان ما جابش العيب على اخواته. شوف الجمال، المسلمين لما يظلموك يبقى ليك اسوه حسنه. تشوف انت سيدنا يوسف عمل ايه مع اخواته،
تشوف سيدنا محمد عمل ايه مع الكفار. وانا بقولك ما تعملش كده مع الكفار، انا بقولك اعمل كده مع المسلمين. سيدنا محمد عمل كده مع الكفار، وانا بقولك اعمل كده مع المسلمين، مع اخوك، مع جارك، مع عمك، مع خالك، مع عمتك، مع الناس اللي غايزينك. اعمل كده مع رئيسك في العمل، مع مرؤوسك. دائرتك ضيقة، مش زي دائرة النبي. دائرة النبي دائرة واسعة صلى الله عليه وآله وسلم. وكفاية ان ربنا يخلي الانسان مرمي في حسه وفي اعتماده على ما هو عليه من دنيا فتحها له سبحانه وتعالى واعطاها اياه. والدنيا في حقيقتها حية تسعى. لان شوف انت مثلا لما سيدنا موسى سأل ربه وما تلك بيمينك يا موسى، سيدنا موسى مسافر وكان خارج مع اهله مسافر، والمسافر زمان كان كل ما يملك من حال هو هي عصايته، عصايته يتكئ عليها ويروح عاملها على ظهره كده، يحط فيها الحمل بتاعه ويشيلها، ولما يجي ينام يحطها جنبه علشان لو طلع سبع عليه ولا حاجه يروح ضربه بيها، يعني هي كل حاجه. فبيقول له وما يعني هي دنيته، يعني هي رصيده. فقال له وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي، يعني هي دنياي، اتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، لي فيها استعمالات كتير. فربنا قال له إيه؟ ألقها يا موسى، ألقي دنياك دي اللي أنت معتمد عليها وشوفها على حقيقتها، فإذا هي حية تسعى. فلما عرف إنها حية تسعى جري وخاف. فربنا سبحانه وتعالى قال له طالما عرفت حقيقتها بقى الآن خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. كذلك كل إنسان دنيته هي عصا سيدنا موسى، فإذا علم أنها حية تسعى أخذها ولا يخاف منها، لأنه يتعامل معها بحذر وتكون في يده لا في قلبه. لكن لو ما كانش عارف حقيقتها تدخل في قلبه. فيكفي عقاب المريد المسيء الأدب أن ربنا يتركه وشهواته، يتركه ودنياه وهي حية تسعى تأكل ما في قلبه من مدد. فهمت المسألة؟ فالأداب مع الله على حسب حالك، لأن في عوام وفي خواص وخواص الخواص. أداب العوام على قد علمه، هيبقى أدبه مع الله على قد علمه بالله، وأدبه مع رسول الله على قد علمه برسول الله، وأدبه مع الناس على قد علمه، لأنه ده إنسان عامي. لما يبقى عنده بعض الخصوص وعنده بعض العلوم المناسبة يبتدي بقى إيه؟ يرتقي. إذا كان بقى من خواص الخواص، يعني من خلاصة الخلاصة، هيبقى ليه أدب ثاني. فالعوام أدبهم مع الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، ومع رسوله باتباع السنة ومجانبة البدع ومجانبة أهل البدع. فإذا قصر في الاتباع يعاقب، ربنا يعاقبه، لأن هو مقامه كده الاتباع الظاهري. صحيح في انقياد باطني، لكن انقياد مش خالص، لأنه مازال ليه علاقة بالدنيا متعلق بيها، وربنا بيعذره لهذا التعلق لأنه مقامه كده. ودول عوام أهل الجنة، معظم أهل اليمين كده، هيتعاملوا مع الأسباب ويتأثروا بيها شوية، ويعلموا أن من وراء الأسباب أن هناك إله خالق رازق قوي متين، والأسباب ليست فاعلة، وإن كان هو الأسباب في قلبه، ويعلم أنها ليست فاعلة لكن في قلبه، لأنه عامل عوام. فربنا بيعديها له لأنه مقامه كده. زي أنت لما تيجي تمتحن عيل في كي جي 1 ويغلط في جدول الضرب تعديهوله وتنجحه برضه. فهمت ازاي؟ تنجحه. لكن لما تيجي تمتحنه وهو في الابتدائيه يمكن تسقط في السؤال اللي انت قبلت ان الثاني. فكل واحد على حسب مقامه. والخواص ادبهم مع الله الاكثار من ذكر الله، الذكر القلبي مش البسبسه باللسان وخلاص، الذكر القلبي. يعني يبقى ذاكر لله ومراقب لله عز وجل في كل الأحوال. وإحنا قايلين إن ذكر الله وشكر الله سبحانه وتعالى متعلق باللسان والذكر وبالقلب، ألا يرى مع الله منعم، وبالجوارح إن يؤدي حق الله في جوارحه.
ومع الرسول صلى الله عليه وسلم الخواص بقى يؤثروا محبته على ما سواه، والاهتداء بهديه والتخلق بأخلاقه، وما عندهمش بقى يقول لك ده سنة وده واجب وده بتاع، لا، حاجة عملها النبي يعملها على طول، مش يقول انا هعمل الواجبات بس، لا دي سنة بقى مش مهمة، لا عنده كل حاجة مهمة طالما عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التمييز ده للفقهاء، لكن عند الخواص في الفعل ما يميز، لكن في التعليم يميز، يعرف ان دي واجب ودي سنة ودي مستحبة ودي مكرومة ودي وهكذا. وخواص الخواص اللي هم الواصلون بقى أدبهم مع الله بالتواضع معه في كل شيء والتعظيم لكل شيء، لأن كل شيء هو فعل الله في الكون، فيعظم كل فعل ويعظم كل شيء ولا يحتقر شيء، ما يستهونش بشيء أبدا ولو بعوضة، شوف ما يستهونش بحاجة أبدا، كل حاجة لله فيها آية، فيعظم كل شيء لأنه من الله، لأنه يرى الفاعل. ويرى تجلياته في الجلال والجمال، تعرفات الله لها تعرفات جمالية وتعرفات جلالية، فيرى الله في كل شيء فلا يجهله في شيء. ومع رسوله بالتحقق بحسبه الروحاني وتعظيم أمته، لأن أمة النبي كان هم كل أمته، فإذا أنت تحققت بحب النبي فتلاقي الهم النبي هو همك، وما يعظمه النبي أنت تعظمه، فكان النبي يعظم أمته ويحب أمته ورؤوف عليهم شفوق عليهم، فتلاقي نفسك عندك شفقة على المسلمين وعندك رحمة بهم وتواضع لهم. والآداب بقى التي تكون مع الشيخ انه لا يتلمس الخطأ لشيخه، في الشيخ المربي وفي شيخ الناصح، والشيخ المربي في هذا الزمان بقى نادر، لو وقعت عليه كأنك وقعت على الذهب، المس بقى اعتابه ما تتركوش لو وقعت على الشيخ المربي، لكن اغلب المشايخ في هذا الزمان مشايخ ناصحين وليسوا مربين، فالشيخ المربي له آداب، الشيخ المربي انك تسيب نفسك معاك الميت في يد مغسله، زي ما يقول لك اعمل خلاص، لانه شوف انت لما يجي الدكتور يجي له العيان ويعمل له جراحه بيعمل فيه ايه؟ بيبنجه يعني عشان ما يحسش، ويقعد يقطع فيه زي ما عايز عشان ما يحسش خالص، وبعد ما يقطع فيه تمام ويوضب كل حاجه ويشيل المرض منه يقول للدكتور التخدير فوقه بقى فيرجع لحسه تاني. كذلك انت بتروح لشيخك المربي وانت فيك المرض العضال جوه قلبك، فعايز تعالج هذا القلب وتخرج منه الامراض دي، فلازم تدنج نفسك وتسيبه لما يخلص الجراحة اللي هو يستخلص منها كل ما يحجبك عن الله، فهمت؟ فعلشان كده يقول لك لازم تبقى معاه كالميت، وان امرك بخطأ في الظاهر، انت ترى خطأ مش في الشرع، هو مش هيأمرك بخطأ شرعا، لكن قد يكون خطأ في الدنيا مثلا، يعني يقول لك مثلا زي ما راح الشيخ الخواص قال للشيخ عبد الوهاب الشعراني لما راح له تاني مرة، أول مرة قال له قبل إيد أحقر الناس أو أقل الناس، فبعد ما عرف أنه هو أقل الناس وقبل إيد نفسه ودخل له، قال له ما تجليش إلا لما تحرق كل كتبك. الله، بقى كتبه اللي قضى عمره كله يجمعها، والكتب بالنسبة للعالم أغلى يمكن من ضناه، شوف قد إيه، يعني عنده مكتبته دي أغلى من ولاده، لأنه عارف قيمة كل كتاب وإزاي تصنف والمعلومات اللي فيه دي اتجمعت ازاي، يعني عارف الجهد البشري الخرافي اللي اتصنفت بيه هذه الكتب وملأت بيه مكتبته، فبالنسبه له المكتبه دي حاجه زي بالنسبه للفلاح الارض، عنده ارضه يمكن اغلى من ابنه، يقول لك لو ابنه يمكن يموت ولا ارضه حد ياخدها منه، لدرجه ان احنا زمان في الارياف مره حصل صوات، كنت مع والدي صوات جامد في بيت جنبنا، فانا افتكرت واحد مات، طلعت الجاموسه ماتت، الجاموسة ماتت عندهم، في حين ان كان من مدة كان ميت لهم عيلة صغيرة ما صوتوش كده، ولما ماتت الجاموسة صوتوا بالطريقة دي وزعلوا وفزعوا، لانها عايشين من لبنها، قاعدين ياكلوا من لبنها ويعملوا يعني شغلانة كأن بالظبط كانوا فاتحين دكانة واتخربت، فالناس بتتضايق،
فشوف انت بقى لما يروح للشيخ الخواصي يقول له ايه، يقول له احرق كتبك كلها، ما تجليش تاني زيارة بعد ما قبل ايد نفسه. او ده في ظاهره خطأ، صح؟ يعني الفعل ده في ظاهره خطأ، فالعلماء يقول لك خطأ الشيخ خير من صواب المريد، خطأ الشيخ خير من صواب المريد. فقعد الشيخ الشعراني ما يروحلوش، ما قال له ما تجليش الا لما تحرق كتبك، قال له طيب، راح بيته وبسط الكتبه مش هين عليه. قعد كده فترة، اسبوع اتنين تلاتة شهر، مش هين عليه يعمل فيها حاجة ولا يستهب اي سوء كتب. ولكن بسبب شدة الحجاب وحرقة الحجاب في الاخر قال والله انا حرقها واخلص منها، فراح حرقها وتخلص منها وراح له. قال له الان يفتح عليك. طلع ان كان محجوب عن الله بعلمه وبنفسه، فلما عرف ان نفسه ولا حاجة وان علمه خلاص استغنى عنه، ربنا بقى علمه من لدنه علم. يبقى الشيخ هنا كان مشخص الداء بتاعه، ان هو محجوب بالعلم عن المعلوم وشايف في نفسه الخصوصية، فخلصه من خصوصية نفسه بانه اثبت له ان هو اقل الناس، وخلصه من العلم اللي هو حجبه بانه قال له احرق الكتب دي. يبقى لو ما كانش سمع كلام شيخه ومشي ورا نفسه كان يفضل محجوب بعلمه عن المعلوم. فهمت المسألة؟ وعلشان كده صواب الشيخ خير من خطأ، خطأ الشيخ خير من صواب المريد. في الظاهر، ما هو انت من وجهة نظرك في الاول لما هيقول لك كده هتجدها خطأ. فهمت؟ شايفها كده زي ما سيدنا عبد الوهاب الشعراني شافها كده في الاول، ازاي احرق كتبي دي؟ ده قضى عمره كله وكان شيخ لازم، كان راجل علامة كبير، واخد بالك؟ زي سيدنا القادر مثلا. ففي ظاهرها كده شكلها خطأ، لكن في الحقيقة فيها الشفاء. فهمت المسألة؟ وإذا كان شيخ النصيحة يبقى لازم تغض طرفك عن أخطائه، وكذلك شيخ التربية، لأن شيخ التربية وشيخ النصيحة مش معصوم، مش نبي، هو ممكن تجد ليه في بعض القصور، فإذا نظرت لقصوره حجبت عن كماله، لأن هو إن كان في بعض القصور فالقصور اللي فيه قصور البشرية. ممكن تجد بعض المشايخ ينام كتير، تقول إيه شيخي ده؟ أنت في نظرك عامل شيخ تفصيل في مخ. أنا الشيخ اللي أنا عايزه شيخ طول الليل بيصلي وطول النهار بيصوم وما بياكلش إلا وجبة واحدة، واخد بالك إزاي؟ وطول النهار قاعد ذاكر وحافظ القرآن كله ما يغلطش في آية، وحافظ الاحاديث كلها ما يغلطش في حكم فقه، هو ده الشيخ التفصيلي اللي في مخ. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يوري لك شيخ يكون هو اللي في ايده الشيخ، بس مش زي الشيخ اللي انت مفصله في مخك، فتجد ان الشيخ اللي انت مفصله في مخك غير الشيخ اللي انت شايفه ده، فتشوف فيه النقص، تقوم تحجب بنقصه عن كماله. فاهم؟ فتحرم. زي انت مثلا الوقت لما تروح يقول لك الدكتور، تكون انت مثلا عندك مرض ما، نسأل الله لنا ولك السلام، انا بدي لك مثال يعني، يكون انسان ما عنده مرض ويقولوا له الطبيب فلان الفلاني ده اشطر طبيب في المرض ده، ده راجل علامه، تيجي اول ما تخش له وانت عارف ان مرضك مثلا من التدخين، اول ما تخش العياده تلاقي الدكتور قاعد بيعفر سيجاره من سيجاره ومولع بايب وعامل شغل جامد مدخنة، فأول ما هتخش فهو ده اللي هيعالجني، إذا كنت أنا مريض من التدخين وهو بيدخن، دكتور إيه ده يا عم؟ تروح واخد بعضك وتنك مروح، في حين إن علاجك عنده بالرغم إن هو فيه النقص ده، لكن علاجك عنده. وعلشان كده ما تبصش لنقص الناس، لأن إذا كان عنده جانب نقص ففي جانب كمال تاني، فأنت تاخد جانب الكمال من البني آدم ولكش دعوة بنقص. لما اعتبروا الكفار ان البشرية نقص حجبوا بالبشرية عن النبوة فكفروا بالانبياء، صح؟ قالوا اللي بياكلوا ويشربوا ويروحوا الاسواق، احنا عايزين ملك، هم عاملين الرسول تمثال في ذهنهم للرسول حاجة تانية، لا ياكل ولا يشرب ولا يروح الاسواق ولا يتزوج النساء ولا ولا ولا، يجي لهم رسول كده ممكن يصدقوه شوية، لكن لو جالهم رسول تاني بشر ياكل ويشرب ويتزوج النساء ويمشي في الاسواق، لا مش هو ده الشيخ اللي احنا عايزينه ولا ده النبي اللي احنا عايزينه، احنا عايزين نبي تاني اللي في مخنا. فيحجبوا بالبشريه عن الخصوص عن النبوه،
وعشان كده اللي حجب الكفار اصلا عن اتباع النبي هي بشريه النبي، واللي خلى الصحابه تتبع النبي ان هم ما نظروش لبشريته، نظروا لنبوته، نظروا لجانب الخصوصيه، وان كان هو في بشريته على اعلى درجه من البشريه، مش بشريه دنيه، ده بشريه عاليه، لكن بالرغم بشريته العاليه دي الا ان الكفار اعتبروا البشريه نقص، فلما نظروا للبشريه كفروا بالانبياء. اتبع سيدنا نوح قالوا ايه؟ قالوا ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. واتبع وكفار سيدنا هود قالوا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. فهمت ازاي؟ يعني كلهم بصوا للبشريه، كلهم بصوا. وكذلك انت اذا يسرت الى الشيخ لا تنظر لجوانب نقصه، ولكن انظر لجوانب الخصوصيه فيه، فربما يكون في بعض جوانب الخصوصيه. يعني انا اعرف مثلا استاذ من اساتذتنا كان ليه شيخ من حوالي 20 سنة، والشيخ ده مات، كان شيخ راجل صالح وليه كرامات. فجالي مرة بيحكي لي عنه يعني ان هو في جانب نقص، معتقد انه مش هو ده الشيخ اللي يناسبه. بقول له ليه؟ قال لي اصل احنا حطينا له طبق ملوخية وفرخة كلهم كلهم، ده راجل شره قوي. شيخ ايه ده؟ ده شرب الملوخية وخلص الفرخة عن اخرها فقعد كده. والله قال لي كده، فهو بص لشراهته في الطعام واعتبرها ان دي جانب نقص، لانه هو انفصل شيخ في مخه ما ياكلش ولا يشرب. فهمت المسألة بقى؟ طب ما ايه عرفك؟ ما يمكن شيخك ده بقى له 3 ايام ما اكلش. ايه عرفك؟ ما يمكن دي اول وجبة تخش بطنه من 3 ايام مثلا فكلها، وانت لو كنت زيه بقالك 3 ايام لو حطوا لك خروف كنت خلصت. ايه المشكلة؟ وانت عايز شيخ متكلف؟ شيخ ياكل لقمتين ويسيب نفسه جعان علشان يعجب سيادتك يا فندم؟ المشايخ ما عندهمش تكلف بطبيعتهم كده. ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ياكل مثلا، وسيدنا انس يوسف انه كان ايه؟ كان ينقي القرع في ايه؟ في اطراف القصعة. ايه يعني؟ القرع اللي هو مقطع ده، فكان ينقي الخرد بتاعته في اطراف القصعة لانه في مرقة. طب ما ده ما يعرفش النبي، ايه يعني؟ فهو شفت انت بقى، فعشان كده ما تشوف شيخك وتشوف في حاجة ما تعبوش بيها، لانه ممكن يكون عنده حتة تانية كاملة تعوض النقص ده عند الله، تعوض له النقص ده عند الله. فربنا مش عايزه يبقى معصوم اصلا، الشيخ مش معصوم اصلا. الشيخ الشعراوي لم يختلف اهل هذا العصر انه كان والي من الاولياء، واخد بقى، له كرامات، كل الناس احتكت بيه شافوا له كرامات، وكان مدخن شره، والتدخين حرام، وهو نفسه عارف ان التدخين حرام، ولم يمنعه فعل هذا المحرم انه يوصل للولايه. ايه رايك بقى؟ كان والي ومدخن وما بطلش التدخين الا لما صدره خلاص جات له ازمه ربويه وخلاص ما مش قادر ياخد نفسه، مسكين كان عايش بربع رئه. فيعني الخلاصه ما تعملش نفسك زي الاخوه يقول لك انا مش حصل لي وراء اصله مدخن، انا مش حصل لي وراء اصله حالق دقنه، انا مش حصل لي وراء علشان بيلبس بنطلون. دي بقى شويه العالم المخاطئ اللي لا يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، ما تعرفش انت البني ادم ده سره ايه بينه وبين ربه. ممكن يكون عنده توكل على الله ورضا بالقضاء في قلبه عالي قوي، وحب للنبي عالي قوي، وبر بوالديه وشفقه بالمسلمين عاليه قوي، وكل الحاجات دي انت مش هتشوفها، تعوض نقص كتير في عبادته، وانت مش شايف الا النقص بس، فتحجب نفسك عن المعاني الحلوه اللي جوه قلبه دي اللي كان هيوصل لك ليها. فهمت المساله بقى؟ وعشان كده ما تستهينش بالمسلمين، لا تستهين باي مسلم، المسلمين كلهم جواهر، وكل واحد فيه معنى، كل واحد فيه معنى من المعاني الكامله، وفي اشياء كثيره ناقص ما يدرس. فغض طرفك عن الناقص فيهم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. واخذ منهم الكمال ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. فهمت؟ ويبقى عصبي، كل حاجه ممكن، هو العصبيه حرام؟ طب ما سيدنا عمر كان عنده حده، ولو قلت على سيدنا عمر والي تبقى انتقصت حقه، ده كان فوق الولايه. فهمت ازاي؟ وكان عنده حده. ايه يعني؟ في واحد من الصحابه مش مسك سيدنا بلال قال له يا ابن السوداء؟ ها؟
طب وسيدنا ابو ذر ده لو قلت عليه ولي تبقى انت قصت حقه، ده فوق الولايه يا عم، صح؟ الصحبه فوق الولايه. ولما اتخانق مع سيدنا بلال قال له ايه؟ يا ابن السوداء، يعني قال لهم مكسوده. لما الكلمه دي حرام، ما هو مش معصوم، ايه يعني؟ وبعدين لما راح راجع نفسه راح يستسمحه، قال له انا خدي على الارض اهو، دوس برجلك على خدي، حقك عليا، وحط له خده على الارض كده وقال له دوس برجلك على خدي. سيدنا بلال سامح. فهمت ازاي؟ يعني مش عيب. سيدنا ابي بكر الصديق كان عنده بعض الحده مع اولاد. سيدنا علي بن ابي طالب لما قتل سيدنا عثمان ودخل عليه سيدنا الحسن والحسين وكان بعتهم عشان يدافعوا عنه، فدخلوا عليه بعد ما دخل محمد بن ابي بكر ومعاه الاثنين اللي قتلوه، لانه اول ما دخل محمد بن ابي بكر ومسك سيدنا عثمان فقال له سيدنا عثمان اتركني يا ابن اخي، والله لو راك ابوك لنهرك. كان سيدنا ابو بكر مات بقى، وده محمد بن ابي بكر داخل بقى بيتخانق معاه لان كانت حصلت فتنه. فلما هو قال له كده اهتزت ايده وسابه بعد عنه، وقيل انه غمز للي معاه فذبحوه، واخد بالك؟ اللي كانوا معاه. وكانوا دخلوا من الشباك وسيدنا الحسن والحسين واقفين على الباب، بعتهم ابوهم سيدنا علي عشان يدافعوا عن سيدنا عثمان، فوقفوا على الباب. اتاري دول دخلوا من ورا. ونائله زوجه سيدنا عثمان شافت المنظر وهي اللي بلغت. فلما سيدنا الحسن والحسين راحوا لسيدنا علي وعرف ان ايه؟ ان هو مات، عمل فيهم ايه سيدنا علي؟ ضربهم على وشهم بالقلم هما الاثنين. ازاي يقتل وانتوا وانا بعتكم تدافعوا عنه؟ ولطم الحسن ولطم الحسين. فهمت ازاي؟ هي هو ده ينتقص سيدنا علي في حاجه انه يلطم سيدنا الحسن والحسين على دماغ الكل؟ مفيش حاجه. فيعني انت لما تيجي تشوف انت فعل الاولياء، سيدنا الجنيد اللي شيخه السري السقطي، اللي شيخه معروف الكرخي، اللي شيخه الحسن البصري، اللي شيخه سيدنا علي بن ابي طالب، اللي شيخه سيدنا رسول الله على طول. سيدنا الجنيد سألوه مرة بيحرجوه، يعني عايزين يحرجوه، بيقولوا له هل يزني الولي؟ الولي اللي وصل لمعرفة الله عز وجل يزني؟ عايزين بقى يغلسوا، يعني شوية عالم غلسة بتغلس عليه. فبيقولوا له هل يزني الولي؟ هو بقى ما يقول لهمش امشي قليل الأدب أنت وهو يا مجرم. لا، ده هو نظر لها نظرة تانية علمية. هل الولي معصوم ولا مش معصوم؟ هو ابتدى بقى يفكر فيه. هو صحيح ولي ما زناش، لكن هو بيسأله هل يزني الولي اللي عارف بالله؟ فقال لهم وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي لما قدر الله فيه أنه غير معصوم فيحتمل عقلا أن يزني، وإن كانت قد لا تقع، ليس كل محتمل عقل يقع، خد بالك. لكن شوف طريقة الإجابة بتاعته، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فإن كان مقدر أنه يعمل الحكاية دي فربنا هيقدر له أنه يتوب منها ويرجع زي ما كان. طب ما الصحابة عبدت من دون الله الأصنام قبل بعثة النبي، ولما اتبعوا النبي ربنا بدل سيئاتهم حسنات. إيه المشكلة يعني؟ فهمت المسألة؟ فالخلاصة أنك أنت ما تشوفش نقص في مسلم وتعتبر أن المسلم ده أدون منك عشان شايف فيه النقص ده. لا، ده انت اقل الناس. وافتكر قصه سيدنا عبد الوهاب الشعراني، حط في نفسك كده انك انت اقل المسلمين، لان انت ادرى بنفسك من غيرك ومطلع على باطنك ومش مطلع على باطن غيرك. فربما الانسان اللي قدامك ده وشايف فيه نقص ما في الظاهر، يمكن في باطنه اشياء تكمله وتخليه اسبق منك عند الله. فهمت المساله؟ والله تعالى اعلم. وده الادب مع ايه؟ مع الاخوان، انك انت تعتقد فيهم الصلاح وانك تستر عيوبهم وتنصحهم ولا تركن لهم، واخد بالك ازاي؟ يعني ما تقعدش طول النهار معاهم تقرق معاهم، قاعدين بيلعبوا طاوله اصحابك، ما تقعدش بقى تلعب طاوله، صحيح لعب الطاوله حرام، لكن هم بيلعبوا طاوله وقلت لهم ما تلعبوش وصمموا. طب ايه رايك ان في اولياء وكانوا بيلعبوا طاوله بقى والطاوله حرام وكانوا اولياء وحرام؟ لانه عنده جانب اخر يعوض الحرام ده. انت ما عندكش الجانب ده، تيجي تقعد تلعب طاوله وتروح في 60 ده، لان انت ما عندكش الجانب الثاني المستخبي، عنده هو، خدت بالك ازاي؟ فمش معنى كده انت تقلده في النقص،
انت الحاجة اللي انت شايفها بيعملها نقص تعذره فيها وتتعالى عنها وتعتقد بالرغم من كده فيه الخصوصية وتستفيد منه، وما تقلدوش في النقص، تقلده في الكمال، تقلده في الكمال، لان انت مش بتعتبره رسول معصوم. فهمت؟ بس ونقف عند هذا الحد ان شاء الله غدا بإذن الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.